ارتأيت أن أضيف هذا التسجيل لأجل باش نزيد نعلق على ثلاث نقاط، نقطة للأخ تاع سطيف ونقطتين للأخ بدر. النقطة الأولى هو درجها الأخ تاع سطيف في المداخلة تاعو القصيرة والمفيدة، وقال في المداخلة نتاعو من أنه هو ماهوش مع أي مصالحة، هو مع المصالحة نتاع الحقيقة، مع المصالحة نتاع كذا كذا، وعدد بعض الأشياء. طبعا احنا متفقين حول هذه المسألة، يبقى السؤال شكون هو اللي راه رايح يحقق لك هذه المصالحة؟ من هو؟ الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي. المصالحة هذه لا تأتي تنزل علينا من السماء، احنا اللي نديروها انا وانت وزيد وعمر، كلنا ننهض بهذه البلاد. كل انسان ما لازمش يبقى تاكل على اخوه، كل واحد مطالب على جال باش يبذل مجهود. هو انه اضعف الايمان هو انه الانسان يناقش، احنا رانا في نقاش فقط. هذا النقاش سيقودنا حتما الى تشكيل مكتب، هذا المكتب اللي من بعد وراه راح يجسد البنود نتاع المبادرة اللي نتفقوا عليهم فيما بعد. وهنا من بعد نجاوب على الأسئلة الاقتراحات اللي دارها من الأخ بدر. وقبل ذلك فقط على جال باش نوضح لك مسألة، طبعا انت قلتها على حسن نية، من أنه القناة نتاعي أنا، القناة ماهيش نتاعي أنا أخي الكريم، ولا الموقع هذا اللي راني رايح نفتحه وندفعه من قوت ولادي هو نتاعي، هو مش تاعي. انا لو كان نلقى انسان نعطيه له، انا نسلكه من جيبي ونعطيه له هو يخدم. ولو كان نلقى انسان كفؤ وانسان ثقة على جال باش نعطيه له هذه الحسابات يخدم فيهم، يخدم فيهم. بالعكس سأكون سعيدا وسأرتاح من هذا العبء ومن هذه المسؤولية. هذه الحسابات هي فقط على جال باش نجمعوا فيها المشاركات نتاعنا، حتى باش الإخوة اللي ما يعرفوش يبحثوا في اليوتيوب وما يعرفوش يبحثوا في هذه المواقع يجيو يروحوا مباشرة للنقاش وين راهو محور فقط هذا المكان. ولكن راه كل منا عنده الحساب تاعو، كل منا عنده القناة تاعو، هذه فقط نجمعوا فيها النشاط تاعنا فقط هذا المكان، على جال باش الناس ما تتشعبش تروح مباشرة للحساب باش تتبع المداخلات تاع كل الإخوة هذا مكان. والدليل من اللي من أنها ماهيش نتاعي هو أنه ما رانيش نعلق بها، أنا نعلق بالحساب تاعي. العبارة اللي فقط نديرها هي معا من أجل مصالحة وطنية حقيقية في بعض الحسابات هذا مكان. أرجو أن المسألة راح توضحت عندك. نأتي إذن الإجابة على النقطتين نتاع الأخ بدر، النقطة الأولى اللي تتعلق بالاتصالات، والنقطة الثانية اللي تتعلق بالبيان. وهذه النقطتين هما متلاصقتين. علاش؟ البيان هو يأتي كتتويج لهذا العمل، وهذا العمل أنا في اعتقادي هو أنه يجي بعد مؤتمر جامع تشارك فيه جميع الفعاليات السياسية بدون استثناء بمن فيهم النظام، أطراف من هذا النظام. مؤتمر جامع. الآن احنا في حوار، إذا تقصد الاتصال اللي احنا نجاوبك على قضية الاتصال من بعد نأتي للبيان. إذا تقصد القضية نتاع الاتصال بمعنى المبادرة أو هذا النشاط اللي رانا نسعاو له ولا اللي رانا نعملوا فيه لأجل باش يكونوا الشخصيات على اطلاع، تأكد
تأكد من أنه الكثير من هذه الشخصيات راهم على بالهم بهذا النشاط اللي رانا نقوم به، على بالهم بهذا النشاط، على بالهم بهذه المبادرة التي نسعى من أجلها، على بالهم. وهذه المبادرة راها مطروحة على أعلى مستوى. أنا على بالي باللي ربما البعض يضحكوا والبعض ما يعطيوش لهذا الأمر اعتبار، لكن أنا الشيء اللي نقوله لك هذا هو، المبادرة راها مطروحة وراهم الناس على بالهم بها وعلى بالهم بهذا النشاط اللي رانا نقوم به. الآن الشيء المطلوب هو العمل الميداني هذا اللي لازم نقوم به من خلال هذا النقاش، من خلال توسيع الدائرة نتاع النقاش، هو أنه الناس يقوموا بمداخلات ويقوموا بالتصورات من خلال هذا النقاش. احنا ندفع إلى الأمام، كاين أشياء تأتي فيما بعد لما نوصل إن شاء الله من خلال بلورة الأفكار والتصورات نتاع كل المشاركين، تطرح كمسودة ربما في مؤتمر، تناقش هذا المسودة ويؤخذ بكل الآراء الإيجابية، كل الآراء الإيجابية نتاع الإخوة المشاركين. وطبعا هذا المشاركين هم اللي راهم رايحين يكونوا في هذا المؤتمر، بعدين هذا البيان هو يجي ختام، بيان هذا اللي راك انت يجي ختام، والبيان هذا كلمة راه رايح يوجه للشعب، والمبادرة هذه منين؟ انت الشعب، هو الشعب، هو انت شعبي وانا شعبي، يعني نروح نجيبوا شعب من واحد اخر ولا من دولة واحدة اخرى، انت شعبي وانا شعبي، كل انسان ينشط في الاطار تاعه، كل إنسان يسعى من أجل توسيع هذا النقاش، توسيع هذه المبادرة لتشمل كل الناس، وما كان حتى واحد راه وصي على هذه المبادرة. الآن راه فقط مجرد آراء، كل إنسان راه يعطي في الرأي تاعه في التصور تاعه، وكل الآراء اللي نشوفوها تحظى بالاحترام وتحظى وناخذوا بها، وكل الآراء اللي تكون محل شبه ومحل كذا نرميوها. هذا هو، أعتقد أن المسألة راح توضحت عندك. الأكيد هو أنه كاين الناس اللي راهم يتبعوا في هذا النقاش ويهمهم، وكاين الناس اللي راهم عندهم حسابات، كل واحد كيفاش راه عنده حساب، كاين اللي راه عنده حسابات شخصية، كاين اللي عنده حسابات حزبية، كاين اللي عنده خلفيات هذه ومنطلقات أخرى. طبعا هذه راه الحرية نتاع الناس، كل إنسان راه حر في التصور تاعه. المهم احنا ندعو كل الناس اللي همهم هذا المشروع الخيري، اللي ماهوش مشروع حزبي، ما هو لا انت حركة ولا انت حزب ولا انت نظام، هذا مشروع تاع الشعب نسعى من اجله، وراه مفتوح للناس كل واحد ما عنده الحق باش يكون وصي على هذا المبادرة، كائن من يكون، سواء كان في حزب ولا في جمعية ولا في حركة ولا في اي مكان، وهذه المبادرة هي نتاع الجميع. بقات قضية الان ربما أثرت مسألة نتاع المؤتمر، المؤتمر هذا ربما تطرح علامات الاستفهام، وين راه رايح يوقع هذا المؤتمر، في الداخل ولا في الخارج؟ هذا كلام قابل للنقاش، وكل إنسان ماذا به لجل باش يعطينا التصور ولا يعطينا اقتراحات ولا ملاحظات. يعني مثلا أنا الآن مثلا أثرت القضية هذه نتاع المؤتمر، كل إنسان يقدر يعطينا ملاحظات ولا اقتراحات ولا هذه هي. المهم أتمنى أنني أضفت
بعض التوضيحات حول هذه النقاط. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. صيام مقبول إلى كل الصائمين، وصح الفطور الصائمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.